السلام عليكم ورحمة الله. عزيزتي متتبعات قناة مريم، كنسلم عليكم وكنرحب بكم فيما كنتو. كنتمنى تكونوا بألف خير. من بعد ما درنا الفيديو الأول يعني وريتكم كيفاش تبداو الرشمة ديالكم في المخدة في القنت، غادي نجي دابا يعني هنايا هذه هي الرشمة اللي كتكون في القنيطة. يعني هاد القبيبات هاد الزوجات هما اللي كيتعاودوا نفسهم هنا، غير كتكون فرضيه ما كيكونوش باقي الزوجات. المهم انا فاش رجعت، فاش سديت الخدمه ديالي رجعت لهنا، رجعت لهنا يعني هنا فين كاين الخيط او في التحت، كاين في التحت. غادي نجي دابا اما غادي نطلع هنا ونبدا الخدمه من الفوق هكا، اما غادي نجي هنايا لهاد الجنب. دابا انا غادي نجي هاد الجنب حسن، المهم حيت قريب ليا الكاميرا. غادي نجي هنا دائما ثلاثه ديال، غنبدا بهذا الجنب حيت قريب، وغادي ندير دائما ثلاثه ديال، دائما ثلاثه ديال العيون. دائما انا الحساب اللي غادي عليه دابا هو ثلاثه، وانتي ممكن ديري اربعه يعني انتي الا كان نشوف شويه ناقص من الافضل اربعه، يعني تسهل عليك في الخدمه. غير هو ما غاديش يخرجوا لك نفس العدد ديال القبيبات اللي غادي يخرجوا ليا انا، يعني انا غادي يخرجوا ليا سبعه، بغيت سبعه انت ممكن يخرجوا لك غير خمسه ولا اربعه، ما تجيش يخرجوا هاد القبيبات بهذا القد. المهم وين بغيتو ديروا الكانفا كتسهل، هي كتسهل ما تبقايش تحسبي ولا تخافي تغلطي في الحساب ولا شي حاجه، لا هي كتسهل شويه الخدمه، ماشي مشكل يعني. وديري التوب اللي يعجبك تركبيها عليه تبداي الخدمه ديالك عادي. دابا انا نبقى غاديه قاعده بهاد الغرزه هكا ديال السلسله، غادي غنرجع معها في الخف باش نسد هكا. هادي دابا باش غادي نبقى نتمشى، نبقى غاديه ونخدم، نخدم القبيبات حتى نجيب دوره بحال هكا. كما قلت لكم انا راه كنخلي كنخدم دابا بحال دابا على هاد ثلاثه مثلا، هاد ثلاثه ها واحد ها جوج، يعني كندخل هنايا البرو نخرجها هنا ونعاود ندخل هنا ونخرجها هنا، هادوك هما ثلاثه باش تشكل ليا مربع. ها هي دابا انا ندخل البرا هنايا، غادي نقز هادي ونخرج البرا هنا، ونفس العدد في هنايا، يعني ها هي حتى هنايا واحد الغرزة اللي بقات في الوسط هكا. دابا انا غنشوف الرشمة، الرشمة فيها واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة هنا، من ثلاثة هنا غادي نبدا نطلع تاني ندير قبيبة. دابا ندير قبة هكا، يعني غادي نبدا نحسب تاني 11 11، ها واحد ها جوج دابا هكا، ها ثلاثة، يعني مربع كتحسبي بهادو هاد السطورة، ها ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية هكا، تسعة عشرة عشرة حداش دابا، جوج ثلاثة أربعة 11. دابا غادي ننزل
الجهة الأخرى بحال الشكل ديال المثلث هنا دابا. نفس العدد تا هو 11 3 دابا 4 6 3 4 5 6 مية زود عشرة حداش هكا يعني بنحسب واحد جوج ثلاثة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش. دابا غادي نرجع غادي نطلع هكا نجي هنا يعني نفس الشكل اللي درت لهادي ندير هكا بحال هكا ندير هكا نجي لهاد التالتة ندير هكا ممكن ندير هو اللول هادي علاش لا عاد باش ندوز النجيمة هادي هكا انا نوريكم الطريقه يعني غادي نعقد الخيط بحال هكا يعني باش ما يتحلش ونعقد هذا يعني نعقده ممكن تلفيه في الخدمه ومن غير غادي نعقده ما عنديش الوقت انت ممكن تلفيه في الخدمه ديالك وعاد تقطعي المهم انا الا عقدتيه مزيان ماشي مشكل وغادي نجيب خيط اخر جديد كندير الخيط على زوج حيت هذا المهم واخا المهم هذا انا باش كنخدم غلط شويه المهم كنديرو على جوج انا بتجيني الخدمه مسدوده يعني ما تجينيش مفرقه داكشي علاش خدمت على جوج خيوط وغلطت شي شويه ودرت على ثلاثه ديال الغرزات على ثلاثه ديال العوينات. المهم هو دابا غادي نجي ونشوف الخدمه ديالي فين وصلت. انا دابا وصلت هنايا يعني هنا دابا غادي نجي هنا هكا غندخل الابره ديالي هنا وغادي نجي ندخل في هنا في الوسط ديال الدوره ديال الخيط في التحت صافي وغادي نبدا وغادي نكمل الخدمه ديالي يعني حبست هناك غادي نخرج الابره هنايا صافي نكمل عادي نخرج هنا دابا. المهم نجي دابا هكا دابا غادي نجي شنو تبع هادي تبع هادي هكا ندير هكا
ندير هنا هذه نجي هاد البلاصة دابا هنا يعني كما قلت لكم راه النتيجة كتستحق، يعني واخا هو صعيب كيشد اليد، ولكن ملي كتشوفي شي حاجة درتيها بيدك يعني زوين. تزوقي بيه الصالون ديالك سواء كان عصري، يعني هاد المخدات تزوقي بيهم الصالون ديالك واخا يكون عصري كيجيو زوينين. صالون عصري يعني ديري ليها واحد اللمسه تقليديه بسيطه وكيجيو زوينين. وإلا كان بلديه اللي راه غيجيو معاه. دائما كنحترم العدد ديال الغرزي باش ما تخش ليا عوجة. احترم ثلاثة يعني. كنتمنى ديك الاخت اللي طلبت مني انني نوريها المخدات كيفاش تستافد، يستافدوا جميع الاخوات طبعا. حيت هي طبقات دوك الدروس صراحة، هذيك الأخت طبقات الدروس اللي وريتها ويعني خرجت نتيجة، يعني تعلمت ديك ستريبيتا طبقاتها كما هي، ويعني بينت على أن جدية يعني جدية بغات تعلم. داكشي علاش بغيت نلبي لها الطلب، نوريها كيفاش تبدا وكيفاش تخدم مخدة. وديك الساعات هي راه الرشمة اللي عجبتها ماشي مشكل، يعني وحتى الحجم ماشي مشكل، الحجم اللي عجبها. المهم هو الطريقة، تعرف الطريقة تبدأ وصافي. انا باغي نجي هاد البلاصه وندير بحال هكا، وندير ثلاثه ديال هادو الغرزين مايلين بحال هكا، ندير ثلاثه نحط جوج ثلاثه دابا بحال هكا الى بانو ليكم هما ثلاثه. عاد غادي نجي ثلاثة ونجي هنا، ونجي هنا ندير بحال هكا يعني باش ندير هنا مربعات، والتاني اللي عامرين من الوسط بحال هكا. هاد القنيتة هادي غنخرج ليها بحال هادي،
انا راه الرسمه غادي نحطها لكم في المجموعه، يعني كونوا متاكدين انني غادي نحطها لكم في المجموعه، يعني غير نسيتها، يعني نسيتها ان شاء الله غدا نحطها لكم، يعني اليوم ملي غادي نحط هذا الفيديو غادي نحط ان شاء الله الرسمه باش تتبعوا معايا. نجينا ندير هكا، ندير هكا، هكا نديرو هنا هاد الراس، هنا فيه جوج ديال السلسلة، هكا غادي نرجع هكا، عفوا هنا غادي ندير هكا، هكا بحال هكا، يعني باش نسد دابا مزال نكمل المربعات ديالي، دابا هكا غادي نكملهم هكا، غادي نرجع دابا هنا، غادي نرجع بحال هكا وغادي نعمرو بحال هكا، وغنجي هنا نعمر هذا هكا، وغادي نجي نسد هذا حتى هو ونعمرو بحال هكا، ونعمر هذا بحال هكا، ونرجع لهاد البلاصة، نجي هنا ممكن نخدم هادو هكا، يعني نديرلهم بحال هكا دائما، انت كديري الطريقه اللي سهله لك، يعني المهم هو في الاخير تعمري هكا،
انا كملت دابا، درت نفس الحوايج اللي درتهم لهي ووريتهم لكم، درتهم هنايا. دابا انا وصلت هنا، غادي نجي غادي ندخل البراد ديالي هنا، وغادي نجي دابا نخدم الوسط، يعني غادي نجي نخدم المربعات ديالي، نخدم المربعات ديالي. دابا في هاد المربعات ممكن نزيد نخدم معاهم الوسط، يعني مثلا هادي غادي نخدمها، كاين هنا واحد المربع نخدمها بحال هكا بحال هكا. نخدمها كمان في الضو بحال هكا، يعني باش ما تلفي. انا غنوريكم الافضل تخدمي كل حاجه بوحدها، يعني انتي غاديه بحال هكا. واحد جوج ثلاثة ربعنا نجينا ندير بحال هكا بحال هكا، نجي نخدم هنايا واحد مثلا هكا، فيها واحد جوج تلاتة أربعة. دابا التانية ثلاثة أربعة، هنا دابا غادي نرجع يعني كما قلت لكم، الا ما بيتيش ما خفتي تلفي، يعني خدمي كل حاجه بوحدها بحال هكا. دابا غادي نجي نخدم ندوز لهنايا في هادو، يعني في ثلاثة ديال المثلثات هكا ديال المربعات، يعني قربي تقضى ليا الخيط. نحاول ان نكمل هادي باش نوريكم هكا. غادي نعمرها مربع، يعني غادي نكملو مزال، بقي ليا فيه واحد ندير الوسط، هاد الضربه ديال الوسط، وغادي نجي هنا باش نكملو هكا هكا، وغادي نجي نخدم هذا اللي فوق هنا، وغادي نعمرو وندوز لهذا مزيانه. كاين منين دخلت يعني منين جيت هكا نعمر ونجينا غادي نخدم واحد. دابا نخدم هذا جوج هنا ونزل تاني، نزل هنا، يعني هكا باش ما تلفيش، يعني من الافضل ديري هاد الطريقة باش ما تلفيش. هكا نعمرها نعمر ونجوز هنا نعمر هذا باش نعمرو ندير بحال هكا هكا
زين. اطلع. نركب خيط اخر، المهم انا هنايا دابا غادي نركب خيط اخر، ندخل بعدا كاين هذا الخيط اللي تحت ندخلو هنايا يعني، ونركب خيط اخر ونرجع. غادي نكمل نكمل هكا. نمشي مع القبة ديالي بهاد السلسلة هكا حتى لتحت يعني، عاد باش نرجع هكا. هنا دابا غادي نجي وندير هكا، ندير هاد البلاصة ندير ليها بحال هكا، ونطلع كم واحد جوج ثلاثة. ثالثة دابا هنا غادي نجي غندير بحال هكا، يعني كاين هنا مربعات دينامو بحال هكا، يعني هادشي دابا اللي كندير في هاد الجهة هو نفسه غادي يدار في الجهة الأخرى. نجي هنا دابا كما كتلاحظوا دابا راه داينه باينه دابا الخدمه. دابا غادي نجي انا عمر الوسط حيت ما كاينش كيفاش دابا نعمرو، ما عمرتهم دابا يعني غادي يبقى عمر هادو ونعمر حتى هذا اللي الفوق هنا هكا، نعمرو ونجي هنا هاد البلاصة
ندير هكا سده يعني، ونجي هنايا وندير نفس الحاجة اللي درت هنا، نديرها هنا يعني نفس هاد المربعات. هكذا غادي نعمرهم. دابا غادي نرجع يعني غادي نطلع هنايا، هذا غادي نسدو هكا، غادي نخلي هذا وهذا غادي يدار لي هذه هكا. نسد هذه دابا باش نسد هنا هكا كمل كمل الخدمة ديالي حتى الفوق. هكا نجينو دابا غادي ننزل، دابا غادي ننزل هنا غادي ننزل هكا. دابا انا درت نفس الطريقه اللي درت هنايا يعني بقيت نازله وكنخدم كنخدم يعني بقيت نازله حتى لهنا وخدمت هذه ونزلت الثاني حتى لهنا وخدمت هذه وهذه وجيت حتى لهنا حتى ما قبل الاخيره هنايا مربع ما قبل الاخيره وزدت هذه ورجعت سديت المربعات ديالي وعمرت الوسط ديالهم في نفس الوقت هكا بحال هذه الطريقه. من كتسديهم كامل باش نرجع في الاخر غادي يرجع ليا الخيط منين بديت وهكا غادي نتبع السلسله. نوريكم كيفاش هنسد كامل المربعات بحال هكا نسدهم كامل بحال هكا ونرجع. دابا غادي نجي ملي وصلت للاخر هنايا الاخرانيه غادي نجي غادي ندير بحال هكا يعني بحال هكا نبدا وغادي نمشي حتى الاخر حتى الفوقانيه كاع ونرجع معهم بنفس الطريقه باش نسدهم.
فاش وصلت الفوق هنا غادي نرجع، يعني كما قلت لكم غادي نرجع. من بعد ما كنوصل هنا يعني سديت المربعات من الوسط، بقات لي المربع الاخر. دابا غادي ندوز السنيسله ديالي، يعني هاد الكروميط، السنيسله اللي كنبدا بها، اللي كندوز بها من القبه الاخرى. يعني دابا غادي ندوز، غنديرها عاوتاني، غنديرها حتى نوصل لفان هنايا، وغادي نخلي هاد العدد. يعني انا الرشمه غادي نحطها لكم باش تبعوا الحساب. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.